عاجل أول تحرك قضائي ضد فيلم منى زكي المثير للجدل، ننشر التفاصيل ومفاجأة جديدة عند سد النهضة وتفاصيل الملء الثالث لسد النهضة، وتحذيرات من الحكومة المصرية عن حالة الطقس في مصر ودرجة الحرارة تحت الصفر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن الجيش والشرطة، ننشر التفاصيل، وخبير مصري ينشر مفاجأة عن أسباب رئيسية لتوقف مفاوضات سد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل. أول تحرك قضائي ضد فيلم منى زكي المثير للجدل، والمحامي المصري أيمن محفوظ تقدم بإنذار لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم تمهيدا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية لمنع عرض فيلم أصحاب ولا أعز. محفوظ ذكر في إنذاره لوزيرة الثقافة أنه بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز للجمهور أثار موجة من الغضب الجماهيري، يعني المواطنين والمصريين جميعا كان في غضب شديد من هذا الفيلم، من خلال الدعوة للانحلال الأخلاقي في عدة مشاهد بالفيلم من أبطاله. وكان أول المشاهد ظهور فتاة 18 سنة وتحمل عازلا طبيا لإقامة علاقة مع شاب، وقد وافقها والدها على ذلك الفعل الشائن مع تعنيفه أمها بعدم التعدي على خصوصية الفتاة والتفتيش في حقيبة يدها. محفوظ أضاف إنذار لوزيرة الثقافة مشهد آخر للزوجة منى زكي تخلع رداءها الداخلي حين خروجها من المنزل لأسباب لا أخلاقية، والأخطر هو النظرة المؤيدة لعالم الألوان وإظهار التعاطف مع تلك العلاقات، علاقات يعني بما يطلق عليها في المجتمع المصري الراجل بيبقى زي كده بنقول عليه بسكليتة أو عجلة. ومحفوظ يعني في إنذاره وجه تساؤلا وصفه بالقانوني، كيف تم الترخيص لخروج هذا الفيلم للعرض الجماهيري وبه مخالفات صارخة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 78، ومخالفة غير منطقية إلى نصوص القانون رقم 430 لسنة 55 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92، والذي ينص على سلطة الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا. وقال محفوظ بتصريحاته أن ذلك العمل يبث السموم الاجتماعية من خلال بعض المشاهد والعبارات التي قد تعصف بأخلاقيات المجتمع وآدابه وتنشر فكرة الحرية بمفهومها الخاطئ، الحرية المطلقة دون حدود دينيا أو مجتمعيا حتى. محفوظ يعني في نهاية هذا الإنذار وطالب وزيرة الثقافة بإصدار أمر فوري بمنع العرض الجماهيري للفيلم حماية للقيم والأخلاق التي تحميها وزارة الثقافة والجهة التنفيذية التابعة لها وهي المصنفات الفنية واتخاذ اللازم قانونا. المصدر معانا كان من القاهرة 24، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ويعني عاوز أعرف رأيكم في هذا الفيلم وهو فيلم أصحاب ولا مؤاخذة. خلي بالكم وحاولوا تراقبوا أولاد حضراتكم إنهم يعني ما يتفرجوش على هذا الفيلم المسيء اللي للأسف بطولته فنانة كبيرة قدمت يعني حاجات كتيرة من الفن الهادف، ولكن هذا الفيلم يعني للأسف فيلم لو دخل العقول للأطفال الصغيرة أو للشباب يعني اللي لسه في بداية عمرهم ممكن يأثر عليهم، والكلام ده بيتخزن في عقلهم الباطني وبيتنفذ بعدين بطريقة لا واعية. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبقالنا كتير ما اتكلمناش عن سد النهضة
وخبير مصري بينشر مفاجأة عن أسباب رئيسية لتوقف مفاوضات سد النهضة. الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة المصرية أكد إن في ثلاث أسباب أساسية هي اللي عطلت المفاوضات في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا. الدكتور نادر نور الدين قال في تصريحات لصحيفة أرتي إن السبب الأول متعلق بحرب إثيوبيا على إقليم تجري وأورومو والنزاعات الداخلية التي تشهدها أديس أبابا، وقال إن السبب الثاني مرتبط بأحداث السودان واستقالة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، فيما السبب الثالث متعلق بانتهاء رئاسة دولة الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وقال إن الدولة اللي هتترأس يعني الاتحاد الإفريقي في فبراير المقبل هتتولى قيادة المباحثات والمناقشات حول ملف سد النهضة. وضح إن التمهيد للملء الثالث لسد النهضة من المفترض أن يبدأ في مايو المقبل، ويشمل تعلية الحاجز الأوسط وتصريف المياه عبر الفتحتين السفليتين إلى مصر والسودان. وقال إن الملء الفعلي لسد النهضة هيبدأ من يوليو المقبل بعد تعلية الحاجز الأوسط بالشكل المطلوب، وقال إن أمامنا فبراير ومارس وإبريل قبل التمهيد للملء، وقد تدعو جهة ما إلى المفاوضات بين الدول الثلاث. ولفت إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي أوضح فيها أن مصر ليست سببا في توقف المفاوضات أو تعطلها، قائلا إن إثيوبيا لم تعلن حجم الملء الثالث لكنها اكتفت بالإعلان عن إزالة مساحات شاسعة من الغابات تمهيدا له. وذكر أن إزالة الغابات يأتي لاعتبارات بيئية أصرت عليها مصر والسودان خوفا من تعفن الأشجار في المياه الواردة إلى دولتي المصب. أشار إلى أن دولتي المصب في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي لاجتماع مقبل بشأن الملف بدءا من شهر فبراير المقبل. مصدر معانا كان من أرتي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى أن هذا يعني الملف ينتهي بكل اتفاق وبكل يعني سلام، ما تمناش ان يحصل فيه اي مشاكل بين الدول الثلاثه، لان يعني عدم الاستقرار في المنطقه هيكون شيء سيء هيأثر على كل الدول وليست دوله واحده فقط. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وتحذيرات من الحكومه المصريه عن حاله الطقس في مصر، ودرجه الحراره تصل لتحت الصفر في بعض المناطق، وهيئة الأرصاد الجوية المصرية حذرت من حالة الطقس، وقالت التحذير ده بسبب برودة الجو التي تصل إلى حد الصقيع، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل لـ 2 درجة تحت الصفر. هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وبيكون شديد البرودة على محافظة مطروح على كافة الأنحاء نهارا، وشديد البرودة لقارس البرودة على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة من مصر. أكدت أن حالة الطقس اللي بتشهدها مصر في الوقت الحالي تصل للصقيع نتيجة لتعرضها لتيار هواء بارد جاي من أوروبا علينا، حيث تتعرض مصر لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع. الأرصاد أكدت أن موجة الطقس البارد والصقيع تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تنخفض درجات الحرارة تصل لخمسة تحت الصفر في بعض المناطق في ذروة البرودة. وطلبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج إلا لحالات الضرورة حرصا على سلامتهم بسبب استمرار حالة الطقس السيء وتقلبات حالة الطقس تزامنا مع موجة الطقس البارد، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل. المصدر معانا كامل المصري اليوم وصحيفة القاهرة 24، وخلي بالنا جدا وإحنا نازلين الصبح شغلنا أو نازلين عشان يعني الدراسة نلبس كويس جدا، نتقل نلبس جواكت، نلبس بلوفرات فوق القمصان او تحت القمصان، ولكن يجب ان احنا يعني ناخد بالنا كويس ونلبس كويس عشان يعني الطقس قارس في الصباح الباكر وقارس في الليل وطوال الليل. اترك ليكم التعليق وربنا يسترها علينا ان شاء الله ويبعد عننا
أي أذى. ننتقل مع بعض الخبر آخر ونرجع لسد النهضة، مفاجآت جديدة عند سد النهضة وتفاصيل الملء الثالث لسد النهضة. اتكلمنا في الخبر السابق عن الأسباب الرئيسية لتوقف سد النهضة، هنتكلم عن تفاصيل جديدة عن الملء الثالث لسد النهضة. وأستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، وده من الدكاترة يعني المهمين جدا في هذا المجال، مجال الجيولوجيا، قال إن المشاكل الفنية والاقتصادية والحرب الأخيرة مع جبهة تحرير تجري حالت دون تنفيذ التعبئة الثالثة لسد النهضة الإثيوبي. وقال إن أثيوبيا تحاول تجهيز أول توربينيين للتشغيل في أقرب وقت ممكن، وكان ذلك مقرراً نهاية 2014، ولكن كل عام تؤجل ذلك حتى الموعد الأخير وهو أكتوبر 2021 بسبب المشاكل الفنية والاقتصادية والحرب الأهلية الأخيرة مع جبهة تحرير شعب تجري. قال إن الحكومة الإثيوبية اجتمعت منذ أسبوعين في منطقة سد النهضة وظهرت صور لمحطة الكهرباء من الداخل واحتمال تشغيل أول توربين واحد خلال أيام. أوضح إن عدم فتح بوابتي التصريف يبين أن إثيوبيا تنتظر تصريف المياه من خلال التوربينات للاستفادة منها، وفي حالة التشغيل سوف يتم تصريف 3 مليار متر مكعب من المياه التي تم تخزينها العام الماضي لتوليد الكهرباء، وبيبدأ تجفيف الممر الأوسط بعد يومين من التشغيل، وحينئذ تستطيع إثيوبيا بعمل تعلية محدودة بحد أقصى 5 أمتار، وذلك لأن الجوانب حاليا لا ترتفع أكثر من 15 مترا عن الممر الأوسط الذي يجب ألا يقل عن 10 أمتار عن الجوانب لاستيعاب الفيضان خلال موسم الأمطار دون التأثير على جانبي السد. وأضاف أن جناحي السد الآن عند منسوب 590 متر، من المقرر أن يصل إلى منسوب 640 متر عند اكتمال المشروع، وباقي من الزمن حوالي 5 أشهر لبداية موسم الأمطار، وهي غير كافية لرفع الجانبين إلا لأمطار قليلة، وبالتالي فإن التخزين الثالث قد لا يتحقق هذا العام. ولكن تحت الضغط الشعبي على الحكومة الإثيوبية فإنها قد تقوم برفع الممر الأوسط 5 أمتار لتخزين حوالي 2 مليار متر مكعب فقط دون الإعلان عن الأرقام الحقيقية للشعب، أو تعلن أن التخزين بحوالي 10 مليار متر مكعب وتدعي أن التخزين الثالث قد اكتمل، كما فعلت في التخزين الثاني الذي لم يكتمل إلا ب3 مليارات متر مكعب فقط بدلا من 13.5 مليار متر مكعب. المصدر معانا كان من أرتي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من الرئيس السيسي عن الجيش والشرطة. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه بيقدر دور رجال الشرطة جنبا إلى جنب أشقائهم من القوات المسلحة البواسل. أوضح أن لولاهم ما كانت مصر تسير في طريق التنمية المنشودة. وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال احتفالية عيد الشرطة أن حفظ الأمن والاستقرار لن يأتي دون وجود قواتنا من رجال الشرطة والجيش. وقدر الرئيس السيسي ما يقوم به رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن، وقدم تحية وتقدير واحترام لأرواح الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وأشار إلى أن هناك ثمنا كبيرا تم دفعه منذ 7 سنوات كي يعيش هذا الوطن. الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لأسر الشهداء قائلا: مش هننسى أبدا ما قدمتوه من أجل رفعة هذا الوطن لبناء مصر قوية جديدة. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. ما تنساش تعمل شير للفيديو ومتابعة للصفحة عشان إن شاء الله بإذن الله يجي لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.